بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفيديو راح نعمله سبيسيال سكان بلدية البوني كما نقول لا كومين ديال البوني في عنابة، يتبع تقريبا 4 كيلومتر على وسط عنابة. كاينة سنة برك قدام اخويا قدام في راجع بالك مية خلاص. كان واحد السوجي واحد الموضوع مهم جدا على بالك، انا مدابية يوصل لرئاسة الجمهورية دي ديريكت، انا ما كانش اللعب هذا الميساج مدابية يوصل لرئيس الدولة عبد المجيد تبون، واللي سمع الميساج مدابيكم انا اللي ما نطلب لا شهرة ما نطلب لا شكون انا، ما نطلب، انا انسان بسيط مواطن جزائري كي نشوف حاجة فيها حاجه سافا با نحضرها كيما يقولوا حنا بادب وكيما يقولوا باخلاق، ما نسب ما نطيح في واحد، نهضر الحقيقه. ورئيس تاع الجزائر قاعد يلقى حاجه يصورها يبعثها كي نشوفها انا ياخذ قرار اخويا. هذه سكان بلديه البوني، هذه تقريبا اكبر بلديه في الجزائر، رانا قاعد نعانيو في واحد المعاناه كبيره. دوكا راهي لحق تحب يقول للعظم كيما يقولوا الهواء ولا ملوت، راهي كاينه شركه الاصمي دار اللي معروفه في بخاسكا تابع للبوني، هي ما بين عنابه والبوني ونجوان والحي سيبوس. كاين الهواء خويا قاعدين يبعثوا في الامونياك، وهذه الحكايه راهي قديمه خلاص، وهذوما دو تروجر الاخرين هذوما عم سيبوها، راهي الحاله صافا فخرة على ذلك. حقيقة بكنغاري اخويا نحضر معي تاع الكارتي، عنده ميساج يحب يبعثو. الناس اللي قاعد تعاني كيما يقولوا موت البطيء هذاك. شوف شراكه طيب. احنا بعد ميساج لرئاسه الجمهوريه حط مد ميساج الشيء اللي قاعد عايشينه عايشين تاع الامونياك هذا واش قاعد تشم درك كاين الامونياك ما خش من بوش ولا ما شميتها بحثتها في فيسبوك اترك في عنا بحثها بالبكري بس على الامونياك معروفه يعني هذوما اليومين ثلاث ايام قوه المهم انت بالك ما بالك انا كنت في الدار بالك ما نخرجش انا شو اللي خشمي بوشي بالك ما كاش مشكل. السلام عليكم عمار، خلينا نبعث واحد الميساج برك كان تعاونوني فيه تهضروا الكلمات حتى ما ناتكش نورمال عشي لي دوما اليومين ثلاث ايام واش جرى في البوني ما سمعتي والو. مات الامونياك هذاك فقط قلت ما شميتهاش يمكن كان في الدار فقط مد ميساج. انا نعمل عني باج في يوتيوب فيسبوك مدى بيه توصل اعلى سلطه في البلاد في البلاد دوكا ما نجيبش نوصلها انا نقول لك انا نهضر من في راسي انا نهضر الواقع انا لان قاعد نعاني في البلديه هذه تاع البوني كاين معاناه كبيره او كاين امراض كبيره سيرتو في الهواء ملوث الهواء درك هذوما اليومين ثلاث ايام كان حكايه الامونياك ولا ما كانش؟ لا البارح شميتها البارح باش ما تبان لا والو اهدر قلت كلمه تحب تبان تهدر تحب ما تبانش كلمه تحب مهم احكي الحقيقه باش ما نكذبش على الناس انا هذا الشخص اللي قالت ما شميتهاش يمكن كان في الدار هذا انا شميتها خرجت من الدار كاين الامونياك البارح سيبوها الامونياك طب في مرض كبير هذا بيان سور بيان سور البارح سيبونا لامونياك. هذوك بدات تروح 12 وحده 10 بدات او قصر. قول عمار. النداء واش تقول النداء؟ كنحب نوصلوا اخويا هذا المصنع هذا لازم كيما نقولوا انا هذا وي فرتو فرتو مش انا الشهاده تاعك اخويا كيما نقولوا على راسه اخويا ماشي باش نشد صاحبي المشاكل ثم الحقيقه اللي عايشين احنا. المشاكل اللي دارت اسكو البلاد لا كومي تاع البون فيها لامونياك ما فيهاش. فيها لامونياك. هذا ما اليومين ثلاث ايام. اليوم كاين. صافي اليوم اما يكسوا في لاتونسيون اليومين ثلاث ايام. بالعقل كي الناس تسكت هي تولي كيما كانت بكري. تولي تهديمه. دوكا لا ديسيزيون ديال الرئاسه
الدوله عندنا دوله ولا ما عندناش دوله ما نسبوش الدوله هنا نعم بالاحترام كي نحاول نحاور بالاحترام ولكن الميساج هذا ماذا بيوصل لرئاسه الدوله ان شاء الله فهمت خويا باش كاين ناس بعثوا لي لي كونسيكونس تاعها كاين امراض الامراض هذه الدوله تولي تما تعود تجيب لنا الدواء ومن بعد تعود خدنا في السبيطارات ومشاكل ديزيرجونس لازم المفروض اكبر بلاصه انا ومنها لازم هي هنا في البولي هذا الوقت هذوك الملايكات الصغار والله العظيم اكبر بلاصه تاع لازم يكون يحوس فيكم درك لقاهم تاع البولي كي كان سي بو فا يا خويا كاين ميساج اخبار الله فيك انا هنا العام ومن بعد هاي درك هاي تراجع البارح كاينه ربي يستر سي بو خويا ها مواطن من بلدية البوني فديبون واش المنصب تاعه يكون خدام في الدولة ولا يكون تريبي المهم أنا ما نعرفوش ولكن جاري هو سير تعرفني نعرفك أنا قاعد نبعثو في ميساج يا خويا مش إشهار لي أنا استعرفو تعرفني بلا هادي أنا جيبا ماذا طالب لا شهر لا ولا نطلب أخويا الحقيقة توصل مدى بهذا الفيديو هذا انا ما حتى يكون هذا الفيديو تاعي الاخر انا نسكر لي عشان خلاص على اليوتيوب اللي فيديو نحطهم انا مدى بيا بالعكس الواحد نعاونوه يعطيك كم خويا يعطيك الصحه دوك انا هذوك نروح لهم درك انا لوزينا تعرف شنو انا راني كاميكاسي مخي ما نخاف حتى من واحد الا من الله سبحانه يا خويا رئاسه الدوله ما على بالهاش وصالي في البوني رئيس البلديه الله اعلم اسكن ولا الوالي على علم واش جرى واش صاير ما على باليش اسكن على علم ولا لا بل في البيرو تاعو حط لقيني يشمش ما على بالوش ما على باليش انا هذا كان يمكن كان في الدار هذا كاينه والله شميته والله كاين ربي يسرك صح هاي خويا باش واحد يحكي برك مالا كنت راقد الشيخ مالا راني قبيله وين جيت كنت راقد كنت راقد والله كنت راقد صباح الليل كنت راقد يعني 12 وحدة عطفت على واحد دوكا راحت مي الصباح بداو امي قيسوا في لاتونسيون مي باتوا فيها يبرجيو بالعقل دوكا تولي كيما لي زاني 80 نعودو نوضو نرقدو بها انا دوكا نروح حتى نروح نروح زين كون نعرف نحكي حتى مع المدير تاعها يا مالك يا كلالة هابط البلاد هذا واحد في ساعة وانا ما نطلع هابط البلاد انا دقيقة اكتيفي اكتيفي يا اخويا انا عادي لاكومي تاع بلدية البوني هادي يا هاي يا اخويا وعلى هكا مالك اخويا والله في الطريق يا اخويا يا هيا مالك اخويا علاه هاي خويا انا قاعد نعمل فيديو باش نوصل واحد البي ميساج برك انا حتى ما واش قعدت انا تبوسك يا خويا صافا ديك نسم لها حتى ياك على بالك بالعقليه اللي نهضر ديريكت انا واش قاعد نستنى دركا في الكلب تاع خلي اسنى شوف قاعد نعمل في فيديو هذا رايح لرئيس الدوله ما تقول لي في عندك مشاكل من بعد نحكيهم دوكا نحكيو هنا راهو ميساج هذا ديريكت رايح لرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون تبون كما يقولوا نوتخ بريزيدون الجيريان وهذا احنا باحترام نوصلوا للميساج على الدرايه بالوضع اللي عايشينه في الوقت في المدينه هذه في المدينه هذه اليوم يمكن كنت راقد ما على باليش ولا كنت تعرف انا اللي كيف تاع النابل فانتروا الصباح الصباح راقدين لا لا صباح والله نط هاي نشاط هاي كان يخدم الليل اليوم واش كاين شميتي حاجه ما شميتيش اليوم شميت حاجه تهلكت واني مريض بها واني بالحساسيه وقتها بدات الحكايه هذه بدات عندها من البارح هي افونتيير بدات مع ليه من البارح بدات انا لا كلينيك اخويا لا كلينيك نورمال انا شو اسمه لا كراش خايف من بعد ويا بلاكيول هنا الناس عبك تنفس لهنا لا مونياك ما تصيبوا لا مونياك يعني اني بال 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 بافات هي عندي حساسيه عندي حساسيه صح رحت صباح لا بوست على خلاص تاع الوالد هذا مالك صاحبنا هذا كعبه واحده يعيشك على 11 احكم هكا شوف انا قاعد نسوق انا شوف لو كنا حاطين فيكسيه احكم كي غير هكذا ما تحرك والو نحط لي فيديو هكذا انا على الموضع على 11 يبقى كيما هكذا احكم غير هكذا تعرف انت جوي 11 كيما كذا قلت لك جوي 11 رحت تغميت اقسم بالله من بعد درت لي مبافيت باش خرجت من الدار يا ولدي الامونياك يا ولدي هاني شنو عندها من لي زاني 80 ولا تك الله من هذا ولا سميدال هذيك اي امراض كبيره قاعد توقع البارح 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 اكثر من تاع اليوم عمل هكذا باش طلع هكذا هكذا انا راني شويه سبيسيال في الفيديو اليوم باش يبقى باينين هكذا
بدا بيه توصل لرئيس الدولة اخويا تاع الجزائر هنا المسؤول الاول على البلاد هو قادر اين ابل يحبس كلش هذه رسم يدال اخويا راهي مهلكونا اخويا هلكونا يا صاحبي مهلكونا هز الشعب اخويا نسمع على بالهاش مساكن في الهواء في الوسخ تشوف الطوموبيلات موسخه كلش دنيا مي دوكا لامونياك محمد او لامونياك ومرض كبيره هي أخوة. عندها دركا من الصيف وقلب زاد عاد عاد بين سيمين كامله دير حسابك صيف هذا وهلكونا صيف هذا وهلكونا صيف هذا من انا شوفك تعرفني يا مالك مش نتصنع زكي في راح يقولك انا شكون تعرف العقليه درك هذا سيتان موايان مش نبقى نكتبه برك ونهضر هذا الفيديو اخويا ثقه في الوثيقه اخويا هذا الفيديو مدابية شوف اللي يسمع اللي يشوف الفيديو هذا انا مش بارطاجي انا مش اللي قاعد نعقل في الوقت انا بالك نحط لي فيديو وانا باش نعت حب يقول نعت في روحي ولا قاعد انا قاعد في دي ميساج ديريكت انا اني ما طالب منهم لا دراهم لا طالب والو ليها قال لك المولى ربح العام طويل الشيخ انا هذم الحكايه هذم تاع اليوتيوب هذه جي با بيزوان كي غير دخلت يعني اون باج قديمه وسبريميتها مي هذه لاباج جديده ماذا بيك كي نشوف العوج كيما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الايمان درك هات اخويا ها هاني بيدي هاني نصور اخويا نبارطاجي ماذا بيا توصل اخويا للجهات المعنيه بالدوله الجزائريه يديو قرار اخويا هذه الاصم يطال ها رئيس البلديه درك كون نروح نهضر معاه يقدر ما يستقبلنيش او في البيرو تاعو او على بالو صاري مما عنده حتى ان نوت يبعثها الولايه ولا يبعث انتيديكس ولا يبعث ميساج ديريكتوم لرئاسة الجمهوريه يقول لهم احنا سكان بلديه البوني رانا نعانيو اخويا الشعب قاعد يعاني قاعد يموت ابتيسو على بالك قاعد يموت ابتيسو او بالموت البطيء ولا مونياك هذا هو صاحبي الحاجه اللي تنفسها والهواء صاحبي سيب الهواء سيب الهواء سيب دخلنا في الهواء بصح زادت القوات لا سيمانه هذه كامله زاد كثرت بزاف هاك تشوف يعني باش انا نقبل الواقع اللي عايشين وانا جي با بزمان لي فيديو باش يوصلوني باش الناس تعرفني انا ماذا بيا هذا الفيديو يعاون اخويا سكان هذه البلديه مدينه البوني وتزاير كامله لان فيه فساد هذا تاع الاداره تاع اصم اداره اخويا لكن انت عندك في راسك انت حب تبرجي لوزينه هذه على ظهر الشعب انت الاول المسؤول مخيدك اللي قال كلمه على رئيس تاع الجزائر قال له ونديريهك على بالك وداوة اخي وصلت له يا خويا ماذا بيه حتى هذا يوصل لرئيس الدوله هلا ما نطلبوش باش نسبوا حب يقول رموز الدوله الجزائريه ثم نسبوا الشهداء اللي حكم البلاد ماذا بيه يا خويا يسمع الميساج هذا اخي يلحق له جو بونس يلحق لهم كلش الميساج كل يلحق لهم واش صالي في الجزائر كامله يمكن هذا الفيديو يلحق لك الرئيس اخويا شوف لنا اخويا في عين الرحمه اخويا تاع ادي ان دي سيزون ناس قاعد تموت اخويا ما على بالهاش الناس راهي غير قلت تخطي راسي وبقات فيها تاع تخطي راسي الناس قاعد تموت وما على بالهمش الناس ما عندهمش الحيله باش يوصلوا لي ميساج على باليش انا ما كانش مكتب تاع حب يقول تاع شكوى باش توصل الى رئاسه الجمهوريه ما كانش انا رئيس البلديه وقف في البيبان اخويا ولا رئيس الدائره يعني تروح له تقول له قلت اخويا انا تاني معاني نو اخويا انت مسؤول انتخبوك اخويا بين روحك اخويا في التيران انا قاعد نشوف في واحد الولاد تاع التيران تعجبني الله يبارك وراه بقوه قاعد انسان كبير نهار كامل يحيي فيهم بارتو في لي بروجي اللي مشاو لكم ونسها راكده قاعد يحرك فيهم قاعد يكونترولي هذاك خدام باين مش تقعد لي تقعد لي في البير اخويا وانت تهدر ما كاين حتى حاجه اخويا هذوك عندي ولا سميدال اخويا نهضروا معاهم نورمال وراح المشكل هذا الفيديو اخويا ماذا بيا اخويا يلحق انا اللي يحب يشوف الفيديو هذا اخويا ما تعمل لي الجام اخويا يا اخويا ما تكتبش اخويا جي با بزوا حب تكتب اكتب طب يمكن هذاك الميساج تاعك يلحق انا لي انا ما تزيدني والو مشني قاعد الحكايه هذوما مي انا كي لقيت المنكر ماذا بيا يلحق الميساج هذا بطريقه او باخرى يعني يلحق ليقدر يعني جيت ان بي بارطاج يا خويا ما تعمل لي والو ما انا جي با بيزوان هذا اليوتيوب راه يغنيني انا راني انا اللي معول راهم يعرفوني انا في الميدان مش ديك مي سي با لو تي الشيء هذا اللي احنا نربح منه انا بالعكس انا قاعد نعمل في مجهود وقاعد نشري حوايج من عندي غير فقط حتى اللي كارت ميمور ما نفصيهمش نخليهم كاكارد انا حتى كي بارطاج نخلي كارت ميمور ما نفصلهاش تبقى كدليل يعني مي اخويا الدولة ماذا بيا تسمع الميساج هذا كي ما تعطيني والو اخويا ولكن نعرف انا روحي قاعد ديرونجي في الفوتوريتي الجزائريه اخويا ما عادش يبعثوا لي اخويا يقول لي حبس نحبس والله نقول لك ما عادش نحط دقيقة تاع فيديو هاي من الاخر يا اخي ننقل في الواقع هو الواقع اخويا اللي عايشين وهو الهواء ملوث ولوزينا اخويا قاعد وا مالك لوزينا زاد كثرة خلاها عندها درك من الصيف زاد هاجو
وليل ونهار هادي في الصيف دي فوا بار جور الصباح والعشيه يسيبوه والهواء على بالك هذا احنا مع البحر تاع سيدي سالم يضرب يرجع غير البوني خاطر رجع العنبه فيل ناضوا وحبسوا قاست لا فيلا صافي دير البوني احنا تاع البوني جماعه البوني مساكن راهي تحمل اسم عالم العلماء احمد البوني بلاصه خويا منطقه حساسه واستراتيجيه في عندنا في الجزائر كامله يحكم عندنا دي غران سوسيتي خويا تاع لي مترو تاع لي ترامواي تاع شو اسمه هذه تاع الاسميدان ما ماما يعملوهاش خلاص هذه اسمح لي كاين المطار تبع البلدية البوني يعني عندها شركات الله يبارك يعني باش تهدر الناس راكدة خويا ما نعرف انا سي كوا لو بروبليم وسوبوز لو بروبليم سي با علاش انا كيما نقول ما قلت اخويا اذا كان يعمل مزيه انا مش هذا جامي قلت واحد يقول لي بارطاجي والله نقول لك انا نعمل فيديو مالك ما نقول لك شوف ما نقول لك شمشم لي ما نقول لك اعطيني ما اكتب لي حتى كون نعرف فيديو تاعي يتفرجوه ثلاثه من الناس يكونوا ناس هكا كيما يقولوا رجله تاع الصحه والله والله بركات ولا يعملوا لي 3 ملايين في وانا غندي نهار كامل ندور بالطوموبيل ولا نعد في حكايات هكا ما تعاونش البلاد يخدموا كي يخدموا هاو كي وقفوا على الطرق وقفوا على السيزر هاو قاعدين ينظفوا كي يحبوا يخدموا مي هذا راهو تلوث اخويا يوزينا هذه حكايه قديمه الناس مريضه بكرونيك دركا باللازم والدواء هي خساره للدوله زي الدوله قاعد تشوف الدواء هي قاعد تدعم في الدواء خويا باش يربح انت ما حسابات برك راح تربح مليار الدوله تخسرها في 3 ملايين وتخسر المشكله في الدراهم المشكله في الشعب في البشر هذا اكسي العباد هذه الماشي بصح وزاره البيئه وينيه دي انت كي تمرض انسان واحد راح تمرض لا فامي تاعو راح تمرض الممرضين والطب والمستشفى والاجون سيكيريتي والدواء واللي يجيب لك الدواء واللي يجيبوا الدواء من الخط تاع لامبور اكسبور اش راح نقول لك شنو السقسيه تاع البطيخ نقول له شميتي ولا ما شميتيش يا جانا السلام عليكم كيما شميتي صباح حاجه ولا ما شميتي والو صباح صباح كيما شميتي حاجه شميتي لومونياك صباح ولا لا ها البارح شميتها البارح واليوم اليوم ما يخلص حتى اليوم ولا شخصي تاع الدقله هذا والله شخصي بهذا السلام عليكم يا جان اربح اربح انا يقع في الدقلة بالمصدى ديما المصدى قول لي يا خويا نسخسيك برك سؤال يعني انت ديما لهنا واش هاي الزينة غير هي برك واش لا شميتي حاجة ولا شميتي اهدر بالله ما نعطيكش انا ما نعطيكش ها وما نعطيك اهدر ها واش شميتها وقتها اليوم حتى اليوم والبارح قوة قوة شكرا حتى البارحه حتى بعث ميساج اخويا رئيس تبعت ميساج تبعت ميساج لرئيس الدوله قول حاجه اخويا قول لهم اخويا احنا تاع قاع نعاني قول واش خلاص احنا انا نيو في الراحه هذيا اهدر اهدر اي حاجه اللي اذا ما شاهن حتى مالك قول انت اطلب اخويا وانت قاعد تحكي مع رئيس الدوله عبد المجيد تبون رئيس تاع الدوله تاع الجزائر اخي هو الاسطنبول تاع الجزائر ابعث له ميساج ولدك حط نعتك نعتك حط نعتك اه اهدر ها قول له عمي تبون قول له رئيس الدولة مدرينا وفرات وحدك حطه كيما باباك اخي رئيس تبون حطه قول له بابا تبون هاي من الاخر هاي ها بدك انت شاب جزائري حاش انه اهدر اخو عمكم كبرتك احكيو شاب جزائري كل واحد عنده التعبير واحد معنا انا ديركتو ما تونس انا هاي نروح لتونس هاي هذا تاع الدقلة اروح نسقسيهم السلام عليكم السلام عليكم مرحبا هذا ماضي قدام يبيعوا قدام الوزينه نسقسيك برك انا قاعد نعمل فيديو احنا بعثوا لي الاسد الجمهوري حطوا في اليوتيوب وان شاء الله اللي يسمع اللي عنده في قلبه ضرب ايماني بعثوا لي الاسد الجمهوري هنا الوزينه تاعها اللي تمت رسمي دار وش شميتي هذوما اليوم الاخرين واليوم؟ ريحة مش مليحة اخرى خنقتنا هذوك ربي ونزرينا كل شوف زرينا كل فيها ريحة لا خنقتنا وفيها ملاح بوني كوم هذا 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 بوني كومبلي كان يشكي منها الريحه اللي طلقوها البارح هم الفين يطلقوها في البحر طلقوها لنا البارح في الجو غرتنا كل طب تبعت ميساج لرئيس الدوله انت قلت الجزائر اي من ولد الجزائر الى رئيس الدوله فمش يشوفوك يشوفوك ان شاء الله هي نطلبوا منه ما بقاوش يعاودوها ما بقاوش يبعثوا لنا في الهواء
دراري صغار البارح حسب ما يحكيوا الناس قالك نضروا منها و يسلم لها مراقبه باه وخلاص. بارك الله فيك. هاي تشوف اخويا هانا هنا مش في العيب لعبها صح البارح وتهلكت انا البارح والمراه جد دايخه انا مرتي البارح استقسم بالله وحتى هذه السنه طيبه هنا قال لي والله دخلت لنا لداخل خدمه بصح ما فهمش اخويا توفيق كل احترام مديري وين هما دم الناس هذوما وزير البيئه ما راحوش البارح ما راحوش هذوما كيفاش راح يوصلوا الميساج كيفاش كان يوصلوا الميساج ما عندكش البيئه انت يا كاين هنا هما ما يتبعوهم هما الاولين اخويا كيفاش ما يلحقوش الميساج للدوله اخويا ها والله العظيم هاي لوزينه اخويا تشوف فيها قدامها هي ها ها كامله دي لوزينه كامله اخويا ها فاش نعرفها توفيق؟ كاين بالك نصورها كاين ما يعرفوهاش بالك يمكن ما على بالهمش واش تخدم هذه هي معروفه هذه شركه لاسميتار هذه بصح كانت قبل كانت شوف شوف ها من بعد شوف شتا وديما المصدر نضحكوا شويه هو المصدر هذه اللي تلعب فيا ها يا خاي لوزيما ها جات في بالي نلعب لها ما نسكت يعني سكت الميرغو انا كولومبو انا في الحكايه تاع دما ونجي شوف شو ريحة عبالك ها هاي لوزينة ها عباك واحد الهواء ما تخش تشف ما تخش تشم بخلا ها شي لوزينة فرت يالا الهواء كامل يلا هاي البوني هذه كامله البوني ها الهواء تاع البحر من هنا سيدي سالم وجوانو اخويا ماذا بينا اخويا يلقاو حل اخويا في اقرب وقت صاحبي صاحبي ديزاني الناس مريضه عندهم امراض ما عرفناش واش من جات وهي من الامونياك مين دخلت تاعها من هي ها مجنون هذوك اللي هاتلك رسمي دار حتى اللي هنا شنو في الهواء هذا شنو نقصت يصبح اكثر منك يعني بعتوها ساعة زوز وخلوها تمشي في الهواء تبقى الدور كيت فليت السمانة اللي عندها واحد اخي سي بوس هذه الدخلة لا لا غلط من هي ها في بان بزاف حنا واش نجيو نعملوا لهنا نعديو دو باساج ها هاي الراية لهنا تاع التران نجيب السلعة اي والله العظيم مش نورمال مش نورمال خلاص اسمح لي اخويا يمشي على العظام هذا دركا هيا فهمني يا صاحبي راه هذا العظام جو بونس لا تلقى في الاوتودوت يجري بالكعبات كله هذا الدار هنا يمشي بالعقل راك تشوفها يومي حدا لو سومبيتي في الطريق هذا مركناين هاو تران هاو يقلع يا يدي اسمع واش قاعد يسيبوا في الامونياك وعلاه ولا قاعد يسيبوا فيها الامونياك ولا يسيبوا في الامونياك علاه ها على بالك ها صحيح يا ها الكلام ده ناس تصور راي يجيب سلعة ها هذو ما طال اللي يخدم باش في الشمن تفار ما عنديش ايه على بالي قلت لك يعني عمر هز حط سلعه ما احنا في شغل مكتك شو المسؤول هذا يخدم في الشمن تفار هذا خلينا نحكيو على درك انا عيد لوزين هذا كي يخدم لوزين هاي دخلك هذيك حكايته حكايه هذا اللي احنا نحكيو عليه هنا انا ايه هاي يا صديقي هاي انا صح على بالك دخله من هي ها هاي ها من هنا ايه درجة احنا نتبعك حيبي انا سوق
تسوقوا بالعقل دلعبوها لك عاقلين سوقوا بالعقل اي والله تكفلوا قلت والله العظيم الكعبة تكون ماني رود زين اي والله العظيم نسوقوا بالعقل نسوقوا بالعقل زين ما دارش هاك رحتي زين شتيها قلت حتى لا ودو تاع وهران انا رحتي يا زرتها الجزائر كاملة انا باش نحكي بكري درتها الجزائر كاملة هاي توفر من هنا دخلة من هنا توفر نلحق برك حتى 3 دقائق يعني فيديو ماكسيموم 20 مينيت اي لا مش نورمال اخويا درك حتى المدير اخويا يشري كاينه مصفات يشريها اخويا يشري واحدة يشري صفاية اخويا هذا هنا تي هذا هاي الدخله من هنا ما يشتغل لا الامونياك شوف مش الدخله كيفاه هم يسيبوا فيها شوف شوف هم يسيبوا فيها ها هاي اخويا ها هاك تشوف هاي بالدليل مش قال نظلم حتى واحد هاك تشوف ها هاك تشوف اللي هي هاي هذيك الامونياك ها هاي رئيس الدولة عبد المجيد تبون باحتراماتي كل احتراماتي اخويا ها شوف هاي اخويا هنا والصالي هنا هاو البحر سبحان الله الهواء يضرب من هنا شوف وين يروح الهواء طول ديريكتور مال البوني شوف خلي عمال اتساح شوفها هاك تشوفها هذه الامونيات اخويا ها هاك تشوف دوكا المدير قاعد في البيرو تاعو عمل لاكليم ونكون اقتصادي قوي وقاعد يحلف الناس يكتف الناس شفت رئيس عبد المجيد تبون شوف اخويا هاي بلادك اخويا هاو شكل الميساج مادا بيا تشوف نبيع الميساج هذا بكل احترام هاي اخويا مادا بيا اللي يشوف الفيديو هذا يبارتاجيها اخويا ما على رحمة على الوالدين اللي عنده والديه ولا اللي عنده فاميلته اوندري جعل صدقة جارية انا جي با بزوان لي انا باسمي انا 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 اوندري انت اللي جيت صورتيه انت وانا ينقل في الواقع ومش قاعد نكذب هاك تشوف ها نسوق لها معنا واحد تاع تاكسي مرساي انا شوف شوف والله نخرج هناني نورمال عرفني هنايا هاي الوزينة نحكولها قبل ما يفضل الفيديو برك في 20 مينيت هذا السيستم هذا ما على باليش من تويت في ايه؟ لازم تعمل بروجرام فيديو مينيموم نص ساعة ها نص ساعة بروجرام ما تخلصوش انا يعني انا الحلم اخويا هذه الدخلة كاينة الدخلة هذه جو بونس هنا هنا من هي معليش نعاود ها خدي هذه خدي هذه نزيدو نعاودو دوزيام ايبيزود هاي نورمال نزيدو له فيديو واحد اخر